بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متحدث سيدنا غالي النجي، انحدر من مدينة سيدي بابي. أرفع تظلم الجهات المعنية من النظر والتحقيق في أمري. كغيري من الطلاب مشاركة من التحدي القائد العربي، اتصلت بالجهات المعنية وسمحت لي بالمشاركة بالتحدي، ووصلت التصفيات الوطنية ودخلت على لجنة التحكيم. ولجنة التحكيم كانت موريتانية هذا الموسم على غير العادة، كانت هنالك خارجية تأتي من الإمارات لتشرف على جميع تواصل التحدي، لكن رغم فيروس كورونا لم تستطع الحضور، بالتالي دول بريطانيون تواصل التحدي هذا الموسم. المهم بعد أن استزنا التصفيات الوطنية وفي اليوم التالي كان الحفل في يوم موالي ليوم التصفيات الوطنية، وحضر الجميع للحفل وجلسوا منتظرين إبراز النتائج التي كانت جاهزة حينها مع المحكم الذي حضر هو الآخر. لكن بعد لحظات من حضورنا خرج علينا المنسق بقرار بفوت بإلغاء الحفل ولأسباب مؤثرة عليها. المهم بعد أيام الحادثة اتصل بي المنسق وأخبرني بخبرين. الأول بأنني أتيت على رأس اللائحة، يعني النتائج خرجت من البطل الأول على مستوى موريتانيا. الخبر الثاني أنه تم إقصائي بدعوى أنني كنت من العشرة الأوائل على مستوى موريتانيا في العام الماضي. اتصلت مباشرة بالأمانة العامة للتحدي ونفت لي بأنه يسمح لي بالمشاركة خاصة من حال مسابقة المسيح. أكدوا لي أنه يمكن المشاركة وتمنوا للتوفيق، وكان هذا في رسالة واضحة وصريحة وبلغة أيضا مفصلة هي أخرى. بالتالي أعتقد بأن قرار الإقصاء هنا لا يتحمل مسؤولية الطلاب بأي حال من الأحوال. القرار هنا يجب أن تتحمل مسؤوليته اللجنة التنسيقية التي لم تقدر الطلاب في الوقت المناسب. هذا أيضا أن القرار نبت بجميع العمل التحدي. بالتالي من هذا المنبر أرفع إلى الجهات المعنية نظر في قضيتي والتحقيق بالقضية والوقوف معي حتى أستمر حقوقي. نرى أنني تعبت وسهرت وبحثت حتى وصلت إلى هذه المرتبة. بالتالي من غير منطقي أن أفرط فيها، خاصة أن الدعوات للمرضى لازم دعوات غير مقنعة، والجهات المعنية أكدت لي أنها تسمح لي بالمشاركة. قل تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والله إنما يعلم به إن الله كان سميعا بصيرا.